بسم الله الرحمن الرحيم، متابعي اون تايم سبورتس في كل مكان، حلقه جديده من برنامجكم اون افريكا. النهارده هنبدا كواليسنا واخبارنا من كوتيفوار. كوتيفوار بلد المواهب، البلد اللي فيها اكتر من اكاديميه كره قدم وفيها عدد كبير جدا من اللعيبه المواهب اللي بتبدا الفرق الاوروبيه تاخدهم هناك في اوروبا. اول خبر معايا النهارده ان النادي الاهلي بيبحث عن مهاجم سنه صغير بيلعب في كوتيفوار، وكابتن انيس بوجلبان لاعب النادي الاهلي السابق متواجد حاليا في كوتيفوار يبحث عن لاعب صغير في السن يقدر النادي الاهلي يستفيد منه استثماريا. كنا سمعنا ان النادي الاهلي بيفاوض اللاعب كراسو مهاجم سانتيتيان ولاعب المنتخب الايفواري اللي امامنا على الشاشه لقطات من اكاديميات كوتيفوار، وافضل اكاديميه هناك زي ما احنا عارفين هي اكاديميه اسك ابيدجان. هناك في اكاديميات عندها امكانيات كبيره جدا وعندها ملاعب نجيل صناعي، وفي اكاديميات زي ما احنا شايفين عندهم رمل بيلعبوا على رمال وبيطلع منها افضل مواهب. الفرق الاوروبيه النهارده بتبدا تاخد اللعيبه دي تطورهم وتشوف ناقصهم ايه وتهتم بيهم بشكل كبير وتبدا تستفاد منهم استثماريا. المدرب اللي كان امامنا على الشاشه واحد من المدربين الفرنسيين اللي بيعملوا في اكاديميه اسك ابيدجان اللي طلعت عدد كبير جدا من المواهب بدايه من سنه 2000. ومش عايزين ننسى ان موسم 2013 تحديدا الموسم اللي فازت فيه كوتيفوار ببطوله الامم الافريقيه مع هيرفي رينار كان حوالي 11 لعيب متخرجين من اكاديميه اسك ابيدجان. فكر جديد، النادي الاهلي بيسعى ان هو يحصل على لعيب صغير في السن يستفيد منه استثماريا.